اللي عندهم امر على كيفك اليوم، بس اصحاب الامر مثل هاي كلها عندكم اياهم. انا على ابو شوارب. اسياد شعر الحماس يصيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب ابو عدي. هذه مزوره وحتى لا حتى مزوره. نعم علق لي على الكلام اللي يقول. نعم. لا تحاول علق على هواك. اخي ترى اقدر اجاوبك واقول لك ما جاوبك. نعم تقدر تقول ما جاوبك. اقدر اقول لك ما جاوبك. لا مو سؤالك. لفيت ألف لوفة يالله جيت حل سؤال ماشي. مثل هاي الهويات ترى تلقاها بسوق مريدي، ايش كثر ما تريد هسه عدز لك واحد. نعم. يجيب لك ألف واحدة مثل هذه عن صدام حسين من مدرسته. نعم. شلون عمره الآن 12 سنة وده تحاكموا انتو. إذا انت تخاف من وزير الداخلية أني ما يخوفك شلبي. حربي يا فخر الجزيرة عساكم سالمي، بالشعر ما هو سوالف ووزن وقافية، زيني وشيني وطولي وشي بي السني. أنا سؤال ده أسألك. أنت تلقني شو أقول؟ أنا ألقنك ولقنتك وتعلمت مني. لا أنت قلت لي وصرت أنت شنت بالجيش جندي صح، وسواك صدام حسين محامي. محكمة عراقية تنظر بجرائم دولية اختصاصها في هذا القفص، لأنه يمكنني أن أحضر. أنا راح أرغب ببيان عليا محكمة. أتكلم وياك. لا من فضلك من فضلك، أنا مطالب مدرسة عندك، يعني لا تخليني أحكي بطريقة ما أريدها لي ولا لك ولا لأي واحد. هو أنت مرعب، أنت المرعب. أسياد شعر الحماس يصيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب أبو عدي. أبوك كان وكيل بالأمن. أبوك مو هو اللي مسوي عملية هنا مع الفتن. أتحداك أبوك، أتحداك أمام رأي العام وظل وكيل. عيب على رجال قام وجاب الجثث تشمر بالشوارع مثل الكلاب. عيشاهم عيشاهم منين ما يكونون. ما خاف من الاعدام ولا خاف من اب ما بالكون، فتعرفوني ما حاجه اشرح تاريخي من 59 الى اليوم. فانا ادري هنالك ضغط عليك. هل عندك ايش تسالني السؤال؟ اسال المعنيين. انت كنت رئيس دولة وافيد كل شيء تعرف. ما تعرض علي الجثث هذه، مو لا دير مقبرة. محكمة هذه مو محكمة، هذه محكمة قانونية، محكمة عراقية قانونية، لعبة. يا حرب رجالكم بطل صوتي وشامخ كالجبل رغم الظروف القاسية، تاريخكم كله فخر وانجازكم بالنسبة لي ما يهز شعرة واحدة من رأسي. الآن أمام صدام حسين رئيس جمهورية العراق، أنا رئيس جمهورية العراق بإرادة العراقيين وباقي إلى هذه اللحظة. أركض 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 للفخر عز ومهابة، من يطاول ناب يسخر ينهش احنا بالذياب، يا سيفنا السطي لك الهبة نصاب من غيرك اللي قالوا. لأن الكويتيين قالوا إنه العراقية راح نخليها بعشر تنانير تنزل إلى الشارع، ونزل بشرف العراقي دافع عن العراق وحي الحقوق التاريخية تجاه كل الكلاب. أسياد شعر الحماس يصيبهم من ناجين، وتحضر حضور الرئيس الركن المهيب أبو عدي. عيب على رجال قام وجابها دون المقام، سلم على اللي عن مقامه كل مخلوق دراه.